شبه الجزيرة أحكم جد. لكن مكة والمدينة لازم الأمة العربية والأمة الإسلامية التي تقوم عليها. من سيخطب في الحج؟ أعليه عمره ما يخطب جزائري، لا ما يخطب تونسي، لا ما يخطب مغربي، لا ما يخطب مصري، دائما يخطب سعودي. تحكم هذه؟ هذه سرقة وسطوة على الحرم المكي والحرم المدني لفرض ما تريدون أنتم. أعليه ما يخطبش قدوة المرة هذه يخطب لنا ها يخطب أنا ماذا بيا يخطب وحده، ما يخطبش اللي على العام هذا سعودي ويخطب حر. لا بد أن نفتك مكة والمدينة من النظام السعودي. أمين. وردوها للشعوب الإسلامية، هم يديروا الهندسة، هم اللي بنيوا. بقات الآن فتنة كبيرة يا خاوتي. زيد حاجة ثانية، غلقوا مكة البيت الحرام، غلقوها وسدوها بماذا؟ بالعمارات. طالعة لو كان كانت هذه في دول عند دول إسلامية ما يديروا لها شيء، يديروا لها تخطيط ونديروا بناء خاص. الجزائر عندها مهندسين، وتونس عندها مهندسين، والمغرب عندها مهندسين، وموريطانيا ومصر. قال هاو الحرم المكي والمدني، والسعوديين معليش جزء منهم معليش يجي نهار يخطبوا معليش. بصح نهار كامل انتم تخطبوا. يا سيدي انا جزائري رايح لمسجد الحرام، نال يخطبوا في عرفات وش يقول؟ يقول اللهم احفظ الملك واحفظ الولي العهد وولي ولي العهد، والناس يقولوا امين. ماشي تاعنا هذا، لازم تجيب الخايمه نتاع كل الحكام والملوك وتعلم واحد واحد ولا لا؟ خاص هذاك بالك التونسي ما يحبش نتاع السعوديه ونتاع المغرب ما يحبش نتاع، صحيح ولا لا؟ تخطب الناس وشكون قال بلي هذاك ولي الامر تاعك ماشي تاعي؟ انا هنا في الحج، حج تاع السعوديه ولا حج تاع الامه العربيه والامه الاسلاميه؟ كذا تجبرني ندعي